لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ما في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، يسلم يعني من الإسلام. وهو الإقرار بكلمة الشهادتين. عن خليفة بن حسين عن جده قيس بن عاصم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. حديث صحيح أخرجه الترمذي والنسائي. قال ففيه دليل واضح على أن من أسلم يؤمر بالغسل، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب. قال الخطبي: هذا الغسل عند أكثر أهل العلم على الاستحباب لا على الإيجاب. قال الشافعي: إذا أسلم الكافر أحب له أن يغتسل، فإن لم يفعل ولم يكن جنبا أجزأه أن يتوضأ ويصلي. ازاي ما يبقاش جنوب؟ هنقول حاجة، كيف لا يكون جنبا إذا كان رجل كان أسلم بعد أن بلغ 15 سنة ولم يحتلم، مش كده؟ يبقى بلغ بالإيه؟ بالسن وليس بالاحتلام. أما إذا كان جنبا من احتلام أو من جماع أو من استمناء مثلا فاغتسل لم يجزه، لأنه لابد فيه من الإيه؟ من النية، والنية ليست حاصلة لكافر لأنه حابط العمل وليس مخلصا لله عز وجل. لذلك عاد الأمر إلى الوجوب من هذه الجهة. ونقول يتصور أن يكون مسلما ارتد عن الإسلام ثم عاد قبل أن يجنب، قبل أن يكون جنبا، واحد سب الدين وتاب إلى الله عز وجل ونطق الشهادتين، هل نأمر بالاغتسال وجوبا؟ الصحيح لا، ليس إيه؟ ليس يجب، لأنه ما زال طهارته دي كبنية لما اغتسل من الجنابة أو من احتلام أو نحو ذلك، فكان ذلك غسلا صحيحا، وإنما يحبط إذا مات على الكفر، لأن الله قال: يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. يقول: وكان أحمد بن حنبل وأبو ثور يوجبان الاغتسال على الكافر إذا أسلم قولا بظاهر الحديث، يعني يقولان بظاهر الحديث. وقالوا: لا يخلو المشرك في أيام كفره من جماع أو احتلام وهو لا يغتسل، ولو اغتسل لم يصح منه، لأن الاغتسال من الجنابة فرض من فروض الدين، وهو لا يجزئه إلا بعد الإيمان. كالصلاة والزكاة ونحوها. وكان مالك يرى أن يغتسل الكافر إذا أسلم، واختلفوا في المشرك يتوضأ في حال شركه ثم يسلم، فقال بعض أصحاب الرأي: له أن يصلي بالوضوء المتقدم في حال شركه، لأنه ما بيجيبوش النية، الحنفية لا يجيبون إيه؟ النية. يقول: لكنه لو تيمم ثم أسلم لم يكن له أن يصلي بذلك التيمم في الإسلام إن لم يكن واجدا الماء. والفرق بينهما بين الأمرين عندهم أن التيمم مفتقر إلى النية، ونية العبادة لا تصح من مشرك، والطهارة الماء غير مفتقرة إلى النية. نحن نقول: بل هي مفتقرة إلى النية لعموم إنما الأعمال بالنيات. يقول: فإذا ولدت من المشرك، ده كلامهم برضه، الطهارة والماء غير متقنية، فإذا ولدت من المشرك صحت في الحكم،
كما تولد من المسلم سواء. وقال الشافعي: إذا توضأ وهو مشرك أو تيمم ثم أسلم كان عليه إعادة الوضوء للصلاة بعد الإسلام، وكذلك التيمم ولا فرق بينهما، ولكنه لو كان جرما فاغتسل ثم أسلم فإن أصحابه قد اختلفوا في ذلك، فمنهم من أوجب عليه الاغتسال، وده الصحيح، فمن أوجب عليه الاغتسال ثانيا كالوضوء سواء، وهذا أشبه وأولى، ومنهم من فرق بينهما فرأى أن عليه أن يتوضأ على كل حال ولم ير عليه الاغتسال. وقول أحمد قال: فإن أسلم وقد علم أو علم أنه لم تكن أصابته جنابة قط في حال كفره فلا غسل عليه في قولهم جميعا. وقول أحمد في الجمع بين إيجاب الاغتسال والوضوء عليه إذا أسلم أشبه بظاهر الحديث وأولى بالقياس. هو بس نسيه الكلام مين. قلت: قول من قال بوجوب الاغتسال على الكافر إذا أسلم هو موافق لظاهر الحديث، لأن حقيقة الأمر الوجوب ما لم توجد قرينة صارفة عنه، نحن نقول به إذا كان قد أجنب، وهذه وقائع عيان، أعني ربما اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا الرجل إيه كان ممن، أو هو الأغلب أنه بيسلم، أن قصدي بيبلغ بالإيه بالاحتلام، ويكون قد تزوج وولد له أولاد فيعلم أنه كان إيه قد أجنب. عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد أسلمت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألقي عنك شعر الكفر يقول احلق. قال: وأخبرني آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر معه: ألقي عنك شعر الكفر واختتن. ما من رجل يبلغ يعني إلا صوت الجنابة يوما ما يعني؟ هذا كلام مفروض مفترض. يقولوا جهالة عثيم بن كليب، حديث ضعيف. أنا بقول إن أنا عارف إنه البنو حسيني فحسنوا فعلا. بيقول: أخبرني آخر أي من أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم: ألقي عنك شعر الكفر، ليس المراد أن كل من أسلم أن يحلق رأسه حتى يلزم له حلق الرأس كما يلزم الغسل، بل إضافة الشعر إلى الكفر يدل على حلق الشعر الذي هو للكفار علامة لكفرها، وهي مختلفة الهيئة في البلاد المختلفة، فكفرة الهند ومصر لهم في موضع من الرأس شعور طويلة لا يتعرضون له بشيء من الحلق أو الجز أبدا، فإذا يريدون حلق الرأس يحلقون كلها إلا ذلك المقدار، وهو على الظاهر علامة مميزة بين الكفر والإسلام. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لجد عثيم ومن كان معه أن يحلقا شعرهما الذي كان على رأسهما من ذلك الجنس. قول واختتن فيه دليل على أن الاختتان على من أسلم واجب، وأنه علامة للإسلام. المنذري أيضا ضعفه، لكن الاختتان هذا هو أصرح دليل في وجوب الاختتان على الرجال، واختتن لأنه أمر. قال: باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها. عن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم، قالت: تغسله فإن لم يذهب أثره
فلتغيره بشيء من صفرة. قالت ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 حيض جميعا لا أغسل لي ثوبا. تغسله أي وتصلي فيه، تغسله وتصلي فيه، فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة. في رواية للدارمي عن عائشة: إذا غسلت المرأة الدم فلم يذهب فلتغيره بصفرة ورس أو زعفران. حديث في إسناد ضعف، لأن أم الحسن الراوية عن معاذة مجهولة لا يعرف عنها. تقول لا أغسل لي ثوبا لعدم تلوث الثوب بالدم. يعني الإنسان بيبقى ممكن جنب أو المرأة تكون حائض، ما يلزمش تغسل الهدوم دي إلا إذا أصابها شيء من الدم. يقول هذا الحديث في حكم المرفوع لأن عدم غسل ثوبها الذي تلبسه زمن الحيض كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها. والقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقف على فعلها ضعيف بعيد جدا، بس قلنا إسناده ضعيف. عن مجاهد قال: قالت عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإن أصابه شيء من دم بلته بريقها ثم قصعته بريقها برضه. قال: معناه دلكته به، بلته ضد اليبس، بريقها أي صبت على موضع الدم ريقها ثم قصعته بريقها. قال الحافظ: معناه دلكته به، ومنه قصع القملة إذا شدخها، قصع القملة إذا شدخها بين أظفاره. وأما فصع الرطبة فهو بالفاء. قال البيهقي: هذا في الدم اليسير الذي يكون معفوا عنه، أما في الكثير فصح عنها كانت تغسله. ويؤيده قول البيهقي عن عائشة فيه: ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها. أما مطابقة الترجمة لحديث الباب أن من لم يكن لها إلا ثوب واحد تحيض فيه فمن المعلوم أنها تصلي فيه، لكن بعد تطهيره إذا أصابها دم الحيض. الحديث الثاني ده حديث صحيح. ألف أم الحسن بقى دي. الشيخ الألباني بيقول: وجدت الحديث بعض المتابعات والطرق، فهو صحيح. يبقى صححه بشواهد أخرى، متابعات أخرى. على أي الأحوال، الشيء اليسير من الدم المعفو عنه يمكن إزالته بالريق ونحوه، وهذا يدل على أن المقصود إزالة النجاسة بأي مزيل، فليس الماء متعينا لإزالة النجاسة. فلو استعملت المواد الكيميائية في إزالة النجاسات فزال عينها ولونها ولم يبق لها أثر فقد زالت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.